معرفة نوع الكلمة وتحديدها مهم جدا لكل دارسي اللغة الإنجليزية. بهذا الدرس راح نعرف كيف نحدد الفعل في الجملة، وكذلك كيف نحدد الصفة والاسم. verb الفعل، نأخذ مثال: my back hurts me، ظهري يؤلمني. لتمييز الفعل في الجملة فهو يأتي بعد الفاعل. my back هو الفاعل، hurts الفعل. هذه الأس هي أس الشخص الثالث اللي تجي مع الضمائر he, she, it. my back ظهري، ضمير it. في زمن المضارع البسيط نضع أس للفعل. adjective الصفة، نأخذ مثال: my back is sore، ظهري متورم. sore صفة، adjective. الصفة تأتي بعد فعل الكينونة. فعل الكينونة عندنا is، بعدها جتي صفة. مثال آخر: I have a sore throat، لدي التهاب حلق. ممكن أنه تجي الصفة قبل الاسم الموصوف، throat حلق، sore throat صفة قبل الاسم الموصوف. حالتي أن تجي بيهم الصفة بعد فعل كينونة وقبل اسم موصوف. noun الاسم. مثال: I have a pain in my feet، لدي ألم في أقدامي. a pain هو الاسم. الاسم بالمفرد يأخذ أداة تعريف أو تنكير، أي يكون مسبوق، أما بأي أو أن أو ذا أو سم أو أني، هذه في حالة المفرد. وممكن أن يكون مسبوق بصفات تملك. صفات التملك: my, his, her، مثلا my book كتابي. أو يكون اسم جمع. bags إضافة S أو ES إلى الاسم في نهايته. بعض الحالات الشاذة يتغير الاسم، مثل man رجل، جمع man رجال. ويمكن أن يأتي الاسم في أي مكان من الجملة. شو رح يجيك بالامتحان؟ رح نعرف من خلال المثال التالي: my back is sore. is sore verb or noun or adjective. بهذا المثال يطلب تحديد نوع الكلمة فيما إذا كانت فعل أو اسم أو صفة، والإجابة هي صفة، لأن الكلمة سور جاءت بعد فعل كينونة.